بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن نسبة البحر والماء. عندما نتأمل هذه الأرض التي خلقنا الله عليها نرى في كل شيء فيها آية تدل على عظمة خالقها. لقد ثبت العلم أن نسبة الماء على سطح الأرض 71% ونسبة البر 29% تقريبا. والعجيب أن القرآن ذكر كلمة البحر 33 مرة وذكر البار كلمة البار 13 مرة. وبعملية بسيطة نجد أن مجموع البر والبحر في القرآن هو 33 زائد 13 يساوي 46، وهذا العدد يمثل البر والبحر. وتكون نسبة تكرار البحر بالنسبة لهذا المجموع هي 33 تقسيم 46، وهذا يساوي 71 تقريبا، وهي نسبة البحر. كذلك تكون نسبة تكرار البر وهي 13 تقسيم 46 يساوي 29 تقريبا، وهي نسبة الحقيقية للبر أو اليابسة. وسؤالنا لكل من يشك برسالة الإسلام، هل جاءت هذه الأعداد بالمصادفة؟ والله أعلم.